كلما تعلق العبد بربه كلما زاد يقينه به وزادت حاجته إليه. والله ما أشقى وأنت تسمعني، ولا أشقى وأنت تعلم بمكاني، ولا أشقى وأنت قادر على إجابة دعوتي، ولا أشقى أبدا وأنا أعرف أن دعوتي مرفوعة إليك. ما أجمل اليقين بالله عز وجل، ما أجمل العبد عندما يطلب ربه وهو واثق بالله عز وجل. ليس الذي يجرب ربنا، لا، في فرق بين واحد يدعو وقلبه منصرف، يدعو وكأنه ليس بمحتاج، يدعو وهو يقول نجرب، وبين شخص يدعو وهو يعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن المشكلة بي أنا، ما هي بالله، أنا عندي مشكلة لازم أفتش في نفسي، ليه ربي ما يعطيني دعائي، ليه ما يعطيني إجابتي. ولذلك أهم شيء أن تعلم أن المقادير هناك، وأن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وبما أن الله فتح باب بينك وبينه وهو الدعاء فلا تغلق هذا الباب واستمر. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه بالليل وبالنهار ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم، ادعوه في كل أحوالكم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل وقت. اجعل قلبك مع الله واطلب الله وادعو الله وارجو الله، ولا تقنط ولا تيأس ولا تمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. ولما طلب من الصحابة أن يدعوا قالوا إذن نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، يعني ما عند الله أكثر مما تؤمنون أو تظنون. فيا كرام، علينا أن نستثمر هذا الدعاء خاصة في رمضان، لأن رمضان هو شهر الدعاء. وفي آية الصيام ذكر الله عز وجل آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فادعوا الله ولا تنقطعوا أبدا عن رجاء الله عز وجل. واعلموا يا كرام أن من كرم الله عز وجل أن الدعاء الذي ترفعه يحدث له أحد ثلاث أشياء: إما أن يجيبك الله عز وجل، قد يعطيك الله ما سألت، ربي عز وجل يعطي بحكمته ويعطي بفضله ويعطي بعدله، كل العدل عند الله، فلا يمكن إذن أن يعطيك شيء تظلم فيه إنسان آخر، وكل الحكمة عند الله، فلا يمكن أن يعطيك شيء ليس فيه مصلحتك، لأنك أنت ما تعرف مصلحتك أكثر من الله عز وجل. وربي على كل شيء قدير، إذن مهما طلبت وسألت فهو هين عند الله عز وجل. فعندما ترفع يديك فتطلب فإن الله عز وجل يعطيك ما هو خير لك، فإما أن يجيبك فهذا خير وتم والحمد لله، أو يدفع عنك من البلاء بقدر هذا الدعاء. الآن يا إخوة، الدعاء عندما تدعو لا تظن أنه مثل ما تخاطب البشر، حين ترسل برقيات ما حد يرد عليك، تكتب معاريض ما حد يناظر فيك، تتكلم مع الناس ينسونك، لا لا، الله عز وجل ليس كمثله شيء، أي شيء ترفعه موجود. ولذلك الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء والقدر يتصارعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السماء: فقد يصرف الله عنك بسبب كثرة دعائك شر أنت ما تعلم. قد تدعو الله عز وجل ليل ونهار أن الله يقضي دينك فلا يقضي دينك، لأنه يعرف أنه لو قضى دينك ما هو مصلحتك. هل يهمل دعوتك؟ لا، تجد هذه الدعوة محبوسة في السماء. فكلما نزل قدر أن مثلا يؤذى ابنك أو تحترق سيارتك أو تصاب بمرض، تجد هذه الدعوة سبحان الله ترد هذا القدر بفضل الله عز وجل. كل القدر مكتوب، لكن الله عز وجل حكم أن هناك قدر سينزل عليك، مثلا مرض، ثم حكم أنك تدعو 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 تدعو، ثم هذه الدعوات ترد هذا القدر بفضله جل جلاله. ويقول ابن القيم: لو يعلم الناس ما يدبره الله لهم في الغيب
لذابت قلوبهم من محبته جل جلاله. وهذا معنى اسم الله اللطيف. اسم الله اللطيف معنى هذا المعنى، معناه أن الله بلطفه يمنع عنك أمور ليست ظاهرة أمامك. يعني مثال، مثال يوسف عليه الصلاة والسلام لو كان عاش عند أبيه لكان الطفل المدلل الجميل الذي يخاف عليه والده، لكن الله عز وجل أخرجه من عند أبيه ثم مرره على عديد من المحن، رماه في البئر لكنه ما ضيعه، أرسل سيارة من أجل أن يأخذوه ويذهبوا به، ثم ذهب به إلى أشد الفتن عند بيت تلك المرأة الفاجرة قبل إسلامها وهدايتها، ثم بعد ذلك يسجن. لماذا؟ لأنه لن يستطيع أن يصل إلى ملك مصر إلا عن طريق السجن. كيف كان تدبير الله ولطفه؟ أن الله أرسل إليه خادم الملك من أجل أن يفسر له رؤيا، فيأتي هذا الخادم ليذهب إلى الملك فيوصل الملك بيوسف. هذا تدبير الله، هذا شيء أنت ما تشوفه، هذا شيء في الخفاء، وهذا من تمام حكمة الله وقوة الله. ولذلك أي دعوة ترتفع هي محفوظة لك، قد يرد الله بسببها عنك مصيبة. ولذلك اكثر من الدعاء، لا تمل، خلك دعاء بعد الفجر ودعاء قبل المغرب ودعاء بعد الصلوات ودعاء وانت ساجد ودعاء وانت راكب سيارتك، دائما ادع ادع، ولا تقول شيء يضيع، والله ما يضيع شيء عند الله عز وجل، وبذلك يكون هذا رصيد يحميك بإذن الله تعالى. أو الثالثة وهي أجملها كلها، أن ينجيك الله من العذاب يوم القيامة بسبب هذا الدعاء، يدخرها لك. تخيل تأتي يوم القيامة فتقرأ أعمالك وصحائفك ثم تعرض عليك ذنوبك وسيئاتك فتكون محتاج للحسنة الوحدة، ثم إذا بسيل جارف يأتيك من الحسنات فتقول يا ربي من أين لي هذا؟ فيقول الله هذه دعواتك التي لم نجبها لك، ادخرناها لك والآن نعطيك مقابلها أجر وثواب، قد تدخل الجنة بسبب هذه الدعوات التي أنت نسيتها أصلا في الدنيا. ولذلك العبد يأتي يوم القيامة فيجد حسنات كجبال تهامة فيقول يا ربي من أين لي هذا؟ فيقول هذا من دعاء ابنك الصالح لك واستغفاره لك. فالدعاء الدعاء يا إخوة، أكثر من الدعاء ولا تملوا. من فضل الله علينا في رمضان أن أوقات الإجابة متيسرة كلها، وقت السحر وقت إجابة، الآن نحن نعاني الحمد لله ونأتي إلى المساجد فما بين الأذان والإقامة وقت إجابة، عند الفطور وقت إجابة، آخر ساعة من يوم الجمعة وقت إجابة، صعود المنبر على الخطبة وقت إجابة. أنت وانت صائم هذا حال المنكسر، تارك كل شيء لله، مراقب لله، إذن أنت في حال ارتباط قوي مع الله. اكثر من الدعاء، إنها والله فرصتنا يا كرام أن نقترب من الله وأن نطرح حاجاتنا بين يديه. وربنا كريم، إن الله يستحيي أن يرد يدي عبده صفرا، والله إن الله يستحي أن يردك، يستحي جل جلاله أن يردك، ولذلك ما تخيب أبدا، فقط أنت حرق قلبك واكثر من الدعاء. أسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.